انضبط أوقاتكم. نحو ساعة ونصف الساعة استغرق لقاء وفد حزب الله البطريرك الراعي في بكرك اليوم. ناقش فيها الحزب مع سيد الصرح موضوع الاستحقاق الرئاسي وزيارة الراعي المرتقبة إلى الأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة. وفي المحصلة فإن الحزب نقل إلى الراعي ما يراه من تداعيات سلبية لزيارته هذه آملا أن تؤخذ بالاعتبار، لكن الوفد الذي تحدث باسمه السيد إبراهيم أمين السيد رفض الإفصاح عن التداعيات السلبية، وآزره في ذلك الحاج غالب أبو زينب قائلا إنها أسرار. أما في الشق الرئاسي فأوضح السيد أن الانتخابات تتعلق بشخصية الرئيس وليس بالرابع عشر من أذار، وإذا لم يكن هناك شخصية متفق عليه فلن نشارك في الجلسة الخامسة المقبل. في المشاورات اللافتة أيضا على خط بكركي لقاء جمع البطريرك والسفير السعودي علي عواض العسيري الذي رفض الكشف عن مضمون الزيارة. وفي المشاورات الخارجية يعتزم رئيس الحكومة تمام سلام زيارة المملكة العربية السعودية الاثنين المقبل على رأس وفد وزاري، وهي الزيارة الأولى له منذ تأليف الحكومة، وسيلتقي خلالها الملك عبد الله بن عبد العزيز وكبار المسؤولين إضافة إلى الرئيس سعد الحريري الذي سيجري بدوره محادثات مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة. لكن المحسوم حتى الآن أن الرئيس ميشيل سليمان سيسلم قصر بعبدة في 24 من الجاري إلى فخامة الفراغ بعد خطاب الوداع، ومن ثم الانتقال إما إلى منزله العائلي في عمشيد أو إلى قصره السياسي الجديد في اليرزي. سليمان الحريص على وسم مسيرته الرئاسية ببصمات بيضاء لن يغادر قبل إنجاز آخر مصالحة في الشوف وأصعب مصالحات الجبل، وقد ضرب لها زعيم التقدمي موعدا يوم غد السبت في بريح، حيث سيشارك فيها إلى جانب سليمان البطريرك الراعي وحشد وزاري نيابي وديني. وللمناسبة يقيم النائب جملاط في قصر المختارة مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي وعدد من الشخصيات. وفي المواعيد القريبة جلسة لمجلس الوزراء عصرا في السرايا الحكومية بعد بروز خلافات على مجموعة تعيينات عسكرية أدت إلى نقلها من قصر بعبدة. إذن حزب الله والسفير السعودي يزوران بكركي. صام حزب الله عن الكلام في العلن حول زيارة سيد بكركي للأراضي المقدسة، فوصل وفد مؤلف من رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم السيد أمين يرافقه عضو المكتب ولجنة الحوار بين بكركي وحزب الله غالب أبو زينب ومصطفى الحاج علي. ساعة ونصف الساعة من النقاش تمحورت حول الزيارة المرتقبة والانتخابات الرئاسية، ليخرج بعدها السيد ويقول ما كان متوقعا. قدمنا ورؤيتنا ووجهة نظرنا ووضعناه في أجواء ما نراه من تداعيات سلبية على هذه الزيارة، ونأمل أن تؤخذ هذه الاعتبارات أو هذه الرؤية في عين الاعتبار. هو ذكر الاعتبارات الدينية والرعوية للزيارة التي يقوم فيها. وخصوص خرج وفد حزب الله، فوصل السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري للقاء البطريرك، لقاء ذكرت مصادر بكركي عنه حزم رئيس الكنيسة المارونية بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. بين حزب الله ومن ورائه والسفير السعودية كلمة سر لرئاسة الجمهورية، أما السيد بكركي فقال قبيل وصول السفير السعودي ما نفع كل ذلك وما من رئيس في قصر بعبدة خلال الأيام الثمانية المقبلة. من بكركي، رشا الكرم، قناة الجديد. رئيس الجمهورية وجه رسالة للنواب للعمل بما يفرضه الدستور حول انتخابات الرئاسة. وجه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس يطلب بموجبها واستنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور العمل بما يفرضه الدستور وما تجيبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري، تفاديا للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل 25 من أيار الجاري.
وتسلم سليمان رسالة من الرئيسة المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى نقلها إليه وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والفرنكوفونية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتتناول تعزيز العلاقات الثنائية. وعرض سليمان مع وزير الخارجية جبران باسيل للتطورات الراهنة وأجواء الاجتماعات العربية والدولية الأخيرة التي شارك فيها لبنان. وتسلم رئيس الجمهورية تباعا أوراق اعتماد سفراء كل من الكوت ديفوار، الجزائر، تنزانيا، أنغولا، بوركينا فاسو، وقد أقيمت في القصر التشريفات والترتيبات اللازمة للمناسبة. في عرسال أصيب ضابطان وعنصر من فصيلة عرسال في قوى الأمن الداخلي أثناء عملية دهم منزل أحد المطلوبين الخطيرين. وأوضح بيان قوى الأمن أنه بعد توافر معلومات عن وجود مطلوب خطير في منزل ذويه الكائن في حي أبو زيدان عرسال، وهو ميم خي مواليد عام 1986 لبناني، المطلوب بموجب 12 مذكرة عدلية بجرائم سرقة مخدرات، ترويج عملة مزيفة وإطلاق نار. قامت قوة من فصيلة درك عرسال بمداهمته عند السادسة من صباح اليوم، حيث أقدم على إطلاق النار ورمي 3 رمانات يدوية هجومية على القوة، ما أدى إلى إصابة ضابطين وعنصر بجروح طفيفة. تابع البيان، وبعد تفتيش المنزل تم ضبط بندقيتي بومب أكشن، رمانة يدوية هجومية، أجهزة عسكرية، منظار ليلي، كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن حشيش الكيف وحبوب الكبتاجون. وقد تم توقيف والده والعمل جار لتوقيف المطلوب. الموظفون المتعاقدون في وزارة المال ينفذون اعتصاما أمام مبنى التفئة. اعتصم الموظفون المتعاقدون في وزارة المال أمام مبنى التفئة قرب مستديرة العدلية، مطالبين بحقوقهم من ضمان صحي وإجازات وغيرها من الحقوق المكتسبة. عار على كل النواب أنه يكون في مواطن لبناني عم يعمل من أكثر من سنة ومنه مضمون وما له حقوق. نحن بدنا نقول لكم موظف الساعة بوزارة المالية، مقدم الخدمات الفنية، هالتسمية اللي أعطونا إياها، هيدي التسمية بدها تكون تتحول لشيء فعلي عملي اللي هو التثبيت حسب الجدارة وحسب سنين الخدمة. وأيضا نحن قلنا حقوقنا بالضمان ما بقى حنتركها ونسكت عنها، نحن قلنا حقوق بالإجازات من أمومي ومرضية وغيرها، نحن قلنا حقوق بالأعياد، نحن قلنا حقوق بالمفعول الرجعي والتعويضات وحق التقاعد. نحن قلنا حقوق عم نطالب فيها اللي بيتمتع فيها أي موظف بالدولة، نحن سلسلة مترابطة مع الموظفين ملاك الدولة، إذا نحن ما اشتغلنا الإدارة كلها بتتعطل. نتمنى يساوونا مثل ما ساووا دم المعاملة والمساواة لمؤسسة كهرباء لبنان وللدفاع المدني. وشارك المعتصمين أيضا كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. جينا اليوم لنحييكم ونحيي وقفتكم ونقولكم إنه نحن كاتحاد وحركة نقابية معكم، جينا نحيي لجنتكم النقابية. وكان المعتصمون قد ارتدوا اللباس الأبيض للدلالة على سلمية تحركهم، مؤكدين في المقابل أنهم سيحاربون من أجل حقوقهم بكل الوسائل المشروعة. انتهى منذ بعض الوقت اجتماع وزير التربية الياس بوصعب مع هيئة التنسيق النقابية في مكتبه بالوزارة، وأكد بوصعب بعده أن لا تعطيل للعام الدراسي ولا إضرابات ولا إقفال للمدارس قبل نهاية العام الدراسي. تفاصيل أكثر عن نتائج هذا الاجتماع نطلع عليها مباشرة من الزميل رامز القاضي. يعطيك العافية رامز. الله يعافيك سمر. تفضل رامز، دعنا في أجواء هذا الاجتماع. يعني هذا الاجتماع الذي حصل هنا في مكتب وزير التربية الياس أبو صعب مع هيئة التنسيق النقابية ممثلة برئيس الهيئة حنا غريب وأيضا نقيب الأساتذة في نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ، حصيلته تتلخص بشكل أساسي أنه لا تسكير لا إضرابات قبيل تمرير وإنهاء العام الدراسي، سيكون هناك شهادات رسمية في مواعيدها. أيضا قال أبو صعب أن إمكانية تمديد العام الدراسي أسبوع إضافي حتى يتسنى يعني استكمال المنهج بشكل كامل، لا سيما في الشهادات الرسمية يعني بها يعني البكالوريا قسم ثاني. بالتالي يعني فيما خص 27 من أيار الموعد الذي ضربه المجلس النيابي لجلسة سلسلة الرتب والرواتب والجدل إذا ما كانت ستعقد أم لا، رفض أبو صعب دخول في هذه التكهنات وأمل أن ينتخب رئيس الجمهورية قبيل هذا الاستحقاق، وألا ستدخل البلاد وستشل كل القطاعات وليس فقط سلسلة الرتب والرواتب. غريب ومحفوظ اعتبروا أن هذا الأمر جاء هجوم إيجابي بشكل من أجل مصلحة التلبية
التلاميذ الذين واكبوهم في تحركاتهم، ولكن هم لم يتخلوا عن هذه المعركة، معركة حق سلسلة الرتب والرواتب، وكل التحركات ستبنى على شيء مقتضاه ما بعد السابع أو ما بعد 27 من أيار تاريخ هذه السلسلة. على كل حال سمر، سنستمع على أبرز ما جاء على كلمات رامز. في الحقيقة نحن في الحقيقة رامز كنا قد استمعنا إليها بشكل مباشر قبل بداية هذه النشرة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك زميل رامز القاضي، حدثتنا مباشرة من وزارة التربية. أهلا بكم من جديد. رسالة تضامن مع قناة الجديد في حفل تخريج طلاب مدرسة البرج الدولية وتكريم للزميلة نانسي السبع. في حفل تخريج لطلابها كرمت مدرسة البرج الدولية عددا من الإعلاميين، تقدمتهم الزميلة نانسي السبع والزميل عباس ظاهر. مع الإعلامية المميزة السيدة نانسي السبع. ووجهت المدرسة كلمة تضامنت فيها مع قناة الجديد ونائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمة خياط. وطبعا أمام هيدا المهرجان والاحتفال تكريم نفسنا بالإعلاميين الموجودين مدير عام تلفزيون المنار، لا يسعنا في هذا النهار إلا أنه نوجه تحية إجلال وإكبار للإعلامية الكبيرة، خلينا نقول مش إعلامية، مساعدة مديرة الأخبار بتلفزيون الجديد السيدة كرمة خياط. راعي الاحتفال الوزير السابق عبد الرحيم مراد أكد أن الأطراف السياسية غائبة في نزاعاتها عن هموم الشباب ومشاكلهم. وفي ظل هذا التردي العام يأتي الجدل هذه الأيام حول استحقاق رئاسة الجمهورية وحول قانون الانتخابات دون أن يشير أحد إلى الطائف، ونحن نتحدث عن قانون الانتخابات الذي يتغنون به دائما والذي نص بهذا الخصوص على الاحتكام إلى النسبية وإلى المحافظة كدائرة واحدة لضمان حسن التمثيل للناخبين وإلزام النائب بالعمل على تأمين مصالحهم العامة. وألقى عدد من الطلاب كلمات في المناسبة. استقال رئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وكانت مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، خصوصا ما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ولا سيما القرارين 425 و426 وصولا إلى القرار رقم 1701 مما يعيد للبنان سيادته واستقلاله على كامل أراضيه. المفتي الشيخ محمد رشيد قباني صلى على ضريح المفتي الشهيد حسن خالد ودعا إلى الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ضريح المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد في منطقة الأزاعي بمناسبة ذكرى استشهاده 25. المفتي قباني وفي حضور أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي ونجلي المفتي خالد قرأ الفاتحة عن روح الشهيد واستذكر نضاله في الوطن وفي دار الفتوى، كما توقف قباني عند الاستحقاق الرئاسي. هل رئيس الجمهورية القادم لم يولد بعد؟ هل هو غير واحد من هؤلاء اللبنانيين الذين نسمع عنهم؟ إطلاقا لا. إذن ينبغي أن يحسموا هذا الخلاف وأن لا يتلهوا به عن اختراق العدو الإسرائيلي اليومي أو شبه اليومي لأجواء لبنان ولسيادة لبنان، ومن مصادفة وليس من مصادفات القدر. وحذر قباني من منظمات سرية تقف وراء كل ما يحدث في لبنان، وهي منظمات صهيونية مسنودة من إسرائيل. رحب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في تصريح له بقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الرامي إلى رفع الحظر المفروض على سفر الأخوة الخليجيين إلى لبنان، معتبرا أن هذا القرار الذي يشكل بادرة أكثر من إيجابية في هذا الوقت والظرف بالذات ليس غريبا على الأشقاء الخليجيين الذين لطالما وقفوا مع لبنان في جميع المحن. ودعا القصار إلى تهيئة جميع الظروف التي من شأنها أن تساهم في نجاح موسم السياحة والاصطياف
مبديا أسفه لعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحذرا من أن دخول البلاد في الفراغ الرئاسي سوف يضع لبنان واللبنانيين أمام مفترق سياسي خطير له ارتداداته السلبية على النظام الديمقراطي الذي يتمتع به لبنان. في حوادث السير، أدى حادث اصطدام بين شاحنة وباص للركاب على أوتوستراد طبرجة المسلك الغربي إلى جرح 7 أشخاص بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري. أهلا بكم من جديد، ونواصل تقديم النشرة. تهدد حرائق هائلة العديد من المنازل في جنوب كاليفورنيا، حيث اضطر آلاف الأشخاص لمغادرة بيوتهم مع التقدم السريع لألسنة اللهب بسبب الرياح العنيفة كما ذكرت السلطات الأمريكية. وفي اليوم الثالث من هذه الحرائق التي دمرت حتى الآن 20 منزلا على الأقل في منطقة سان دييغو، يركز رجال الإطفاء جهودهم على سفوح سان ماركوس التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمال مدينة سان دييغو. وقال رجال الإطفاء أن عمليات الإجلاء القصرية في المنطقة ما زالت مستمرة، وأن 13,000 أمر بالإجلاء صدر، وتم نقل مئات الأشخاص إلى الملاجئ. 2 فلسطينيون يحيون الذكرى 66 للنكبة، وأبو حافظ ما زال يحمل مفتاح العودة. تقرير نزار حبش. في داخل هذه اللاصقة الضيقة المعتمة في مخيم الجلزون قضاء رام الله، يعيش الحاج أبو حافظ ابن 85 عاما. هجره العدو قصرا من بيت نبالة في فلسطين المحتلة عام 48، واعتقله 7 مرات في حياته. ولم يكتف العدو بذلك، بل قام بقتل ابنه وهو في 18 ربيعا. والد الشهيد الحاج أبو حافظ ورغم كل الجراح ما زال يحتفظ بالمفتاح أملا بالعودة. ينساها الواحد، أعوذ بالله، كيف ينساها بلاده، ينسى بلاده، ينسى شهيد ابنه، ينساهاش، لأنه في عقلنا وفي قلوبنا بدنا نرجع لبلادنا ولأرضنا ولأرضنا. على صوت صافرات الإنذار أحيا آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ذكرى 66 للنكبة، حاملين مفاتيح العودة التي تمثل التعب والمشقة والترحال والأمل بعودة قريبة مهما طال الزمان. نحن موحدون في دفاعنا عن فلسطين، وفي دفاعنا عن القدس، وفي دفاعنا عن حق العودة، ولن نتنازل عن ذرة تراب من ثرى فلسطين التاريخية. أصلي من اللاد، من الحارة الشرقية، وفي لبابا بيت هناك وبدي أرجع عليه إن شاء الله. رسالتي لحق كل حد قاعد بتفرج، إنه سواء كان حكام أو قاضي أو أي شيء، إنه إذا ممكن تتفرج على الوضع اللي قاعد بيصير، إذا ممكن تتحلحل عن الكرسي تاعك بس شوي صغيرة. يعني تخيل ابنك، مرتك، أبوك عم بعيش في هذا الوضع. مش شرط تكون أنت من فلسطين مشان تساعد، اسمك حاكم عربي، يعني بدك توقف جنب إخوتك العرب. فنموت بأرضنا أحسن من نموت برا متغربين. ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين 7 ملايين لاجئ مشتتين في بقاع مختلفة من الكرة الأرضية في 28 مخيما داخل الضفة والقطاع، وعشرات المخيمات في لبنان وسوريا والأردن. تضاعف عدد الفلسطينيين 8 مرات منذ عام 48 ولغاية اللحظة، من بينهم 7 ملايين لاجئ فلسطيني ينتظرون الآتي ولا يأتي. وفي ظل غياب أي حل سياسي أو حتى عسكري يبقى الانتظار سيد الموقف. من مدينة رام الله المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد. كان في النشرة: حزب الله يبحث مع الراعي زيارته الأراضي المحتلة. وضعنا في أجواء ما نراه من تداعيات سلبية على هذه الزيارة. إصابة 3 من قوى الأمن في عرسال في عملية دهم. اجتماع بين وزير التربية وهيئة التنسيق حول السلسلة. وموظفو المالية يعتصمون أمام التي بي. إذا نحن ما اشتغلنا الإدارة كلها بتتعطل. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.